خلاص اتحلت مع خدمة حوالة عن طريق الصراف الآلي. حول قروشك من بطاقة الصراف لبطاقة الصراف أو استلم حوالتك مع أكبر وأفضل شبكة آلية وبأسهل وأسرع طريقة طوال اليوم. استمتع بخدمة الرواد علشان مع بنك فيصل الإسلامي بجد خلاص اتحلت. بنك فيصل الإسلامي السوداني، نحن الرواد. معرض القرطون الدولي، أكبر تظاهرة اقتصادية بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية في الفترة من 22 من يناير وحتى 29 من يناير. حفلات غنائية، برامج ترفيهية، مسابقات وهدايا تحت رعاية بنك الخرطوم، البنك الرسمي، مجموعة جيادة الصناعية، الراعي الصناعي، شركة مأرج للتنمية المحدودة، الراعي التجاري، الرواد للتطوير العقارية، الراعي العقاري، شركة بروكاست للأعمال المتقدمة، الراعي الإعلامي، ترحال الناقل الرسمي. معرض الخرطوم الدولي. هلا بكم من جديد عبر برنامج هلا بكم، وهلا بكل حاليا انضمت لمتابعتنا من خلال برنامج هلا بكم على أساس قناة أنغام. سعيد بوجودكم مرة ثانية أستاذ محمد عوض وأيضا أستاذ عبد اللطيف أحمد إبراهيم. يمكن قبل الفاصل أستاذ عبد اللطيف تحدثنا عن منتجات السعف والفولكلور السوداني الجميل اللي بتم صناعته عن طريق السعف، من ضمن الحاجات اللي هي تكلمنا عن الطاقية وعندها بالتأكيد استخدامات عديدة ومختلفة، يعني ممكن الزول يخطها في راسه بعد ذاك عندها استخدامات عديدة. طيب نحن حنجي نمشي لحاجة تانية، تكلمنا عن برضو من الحاجات ما بالضرورة الإنسان زي ما ذكرت إنه يخط الحاجات يعني في حاجات الزينة المعروفة، ولكن هنالك بقايا أشياء نحن ممكن نقدر نقدمها. باشمهندس محمد عوض، لو كلمتنا برضو عن هناك زي ما ملاحظين في الاستوديو انه في واحدة من الزهور الجميلة، يا ريت تورينا انه دي جنب اللاستيك هناك، دي مزروعة في شنو؟ اللاستيك ده اول شيء عمره 12 سنة وانا بفرخ منه صباريات. الفكرة الاساسية انها انك كيف انت تستفيد من الحياة اللي حولك، الماء منها اللي بتضر الطبيعة اذا استخدمتها استخدام سيء. اللاستيك ده يحرقوه ويطلع منه سيليك، يا يبقى كده ده هيضر الطبيعة يعني والبيئة عموما. وحس العالم كله متحرك نحو انه كيف يعمل التوازن بتاع المناخ اللي هو ضره الانسان ذاته بالصناعات وبالغازات السامة. فاللاستيك ده فكرته بسيطة، ممكن تلقاه موجود في الشارع وتجيبه وتاخد عليه طين، تزرع فيه نبات بيستحمل يعني اللي هو من النباتات اللي بتستحمل اللي هي الصباريات عموما. نعم. بتقوم في كل الظروف يعني تقريبا حتى الظروف الصعبه. ديك بعدها دي بطاريه بتاعت عربيه، البطاريه العاديه بتاعت العربيه. دي نعم. عربيه قديمه بتاعتنا كان مجدوعه وطلعنا منها الحاجات اللي جواها وخدينا فيها تراب وعملت منظر جميل يعني. التدوير البيئي موضوع كبير جدا جدا، والان العالم كله متحرك في اتجاه ده لان الصناعات الحديثه ارهقت البيئه يعني، وما في حل لنا الا نزرع في الاتجاه الايجابي يعني عشان نحن نمتص الكميات بتاعت الغازات دي لازم يكون في زراعه اللي هي الشجر الحاجه الوحيده في الدنيا اللي بتمتص ثاني اكسيد الكربون. نعم. وبتدينا الاكسجين. نعم. ثانيا الجانب الثاني، انت ممكن نحن نزرع لكن اذا زرعنا وثاني زدنا انتاجنا برضه ما حنكون عملنا حاجه، لازم يكون في ميزان طرف ثاني انه كيف نحن ندور النفايات بتاعتنا بطريقه ايجابيه. نعم. وتدوير النفايات موضوع كبير منه حاجات كثيره، الكريستالات
وفي مبادرات كثيرة. أنا أحيي ناس كثيرين ما بالاسم، لكن أنا أحب أحيي. نعم، امبارح نحن كنا في معرض، دي برضو واحدة من كنا في معرض في مدارس، مش كده؟ أيوة، كنا في معرض في مدارس تابعة للمجلس الأفريقي في مدرمان. نعم. اللي هي اسمها مدرسة الزبير من العوام، وفي طفل في سنة رابع أو ثالث ما أذكر، المهم هو عمل الشكل ده، عمله من الفويل قدامنا يعني، اللي هو التلميذ أحمد ياسر، أنا بحييه وبحيي أسرته. نعم. يعني دي مبادرة جميلة منه. دي عبارة عن أوساخ، دي فويل بيلفوا بيه الأكل وبيجدع يعني. نعم صح. فدي يعني نحن نحييه على المبادرة دي، وأتمنى إنه كل الناس يعني يبدعوا. شو الحاجة اللي حواليك يعني، أنت كل ما تشوف الحاجة اللي حواليك تستخدم استخدام إيجابي، حسي دي لو جدعتها في التربة دي بتضر التربة جدا، وما بتنتهي يعني، ممكن تقعد مئات السنين وما بتنتهي، لأنها قصدير من القصدير. فالمبادرات كبيرة والمجال لا يسع للحاجة. نحن عشان نربط الموضوع، التدوير البيئي رسالة من الرسالات الكبيرة نحن هنقدمها في معرض كوست، لأنه نحن بنهتم جدا بالإنسان والحركة بتاعت الحياة عموما. نعم. وكيف الإنسان ذاته ممكن يقدر يستفيد من بقايا الأشياء؟ الله يبارك فيك. نعم. طيب برضو أمامنا ده جانب تاني من ده تابع للسلسلة بتاعت المصنوعات اليدوية السودانية، اللي هي نحن بنعول عليها كثير عشان هي دي اللي بتخلينا نبرز صورتنا الجميلة للعالم. نعم. ونحن من هنا ومن كل المنابر دائما بنقول عندنا حلم كبير أصدقاء الطبيعة، إنه نعمل مهرجان الصناعات اليدوية السودانية أو الهاند ميد السودان. فأنا دي من المنبر بتاع الغام بناشد كل الناس الممكن تساعد في المهرجان ده، إنه يتعامل بصورة جميلة تبرز الوجه الجميل للسودان والأيادي والأنامل الجميلة. يعني أنغام الليلة ما حتعزف موسيقى، ممكن تعزف فخار وتعزف سعف وتعزف جلد، نعزف فولكلور وده حقنا. نعم. يعني ده بنبرز نحن في الطاقات بتاعت الإنسان الجميل السوداني الأصيل. نعم. اللي هو بندهش العالم بحاجاتنا دي، نحن وصلنا العالم وحنقدر ندهشه بحاجاتنا دي، ما الحاجات المصنوعة اللي هم بيجيبوها لنا. يا سلام. نعم. طيب برضو عندنا هنا برضو شتلة هنا تحت. أيوة، دي من ضمن الحاجات، إنه النبات طبعا بيحتاج لخد فيها تربة. نعم. اللي هو ممكن تكون جردل، ده جردل بتاع طحنية، دي بطارية بتاعت أنا، في الفازات بتاعت الأصائص التفخارية، في أصائص خرسانية. نعم. في اللاستيك. أنا يعني أنا ماخذ الحاجة دي من الهدي النبوي، إنه في حديث ما معناه إنه أنت إذا كان يوم القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. والمنظومة دي كلها هي بتسهب الهم والحزن، قالوا ثلاثة يسهب الهم والحزن، الخضرة والماء والوجه الحسن. نعم. نعم. طيب برضو نحن عندنا نموذج هنا برضو لواحد من المقاعد برضو يعني من اللستك. ده مقعد مكون من لاستيكين، هاي ممكن، وده شوال ممكن تتخطى فيه، ده شوال ممكن تتخطى فيه، ودي قصاصات. خلينا دبل الشوال ده من ال ده حبل معمول من اللاستيك ذاته. نعم. ممكن ترفعه. ايوه. ده عباره عن لاستيكين مخطوطات فوق بعض ببساطه، ملونات هي تلونه حسب اللون اللي انت دايره. نعم. وتخد عليهم الاطار ده من الحديد، يعني ممكن يكون جزء من الحديد الدائري. اي زي البمبر، ومقعد مريح جدا جدا. تاخد على المسند ده، جوا المسند ده بالمناسبه في بقايا اسفنج وبقايا بتاعت اقمشه ما محتاجين لها، نحن بنخدها. وده شوال من الكناف، شوال زيه زي شوال الفحم، زيه شوال العيش، شوال اللي هو شوال ما متعارف عليه. نعم. فكلها ادت منظومه بتاعت مقعد، لكن الرساله اللي وصلتها انه ما في حاجه ما بتنفع، اي حاجه بتنفع يا جماعه مرمي ما في، واي حاجه. نعم. اي حاجه حواليك انت ممكن تطلع منها شيء جميل، وزي ما قال اخونا قبطان ما في مرمي. نعم. طيب يمكن تعرفنا على عدد من الاشياء اللي هي حتكون موجوده داخل المعرض، ويمكن دي دعوه يعني لكل الناس اللي حاليا متابعونا، ودعوه لاهلنا في ولايه النيل الابيض بالتحديد انه يستفيدوا من المعرض، لانه بجد يعني فيه حاجات قيمه. يعني
الانسان ممكن يقدر يستفيد منها. وزي ما ذكروا الاساتذه داخل الاستوديو ما في مرمي يعني زي ما يعني الزول ممكن يستفيد من اي حاجه. ايوه مداخله بسيطه. هو طبعا الشيء العادي انك تعمل المعرض الزراعي عارف عليه انه فيه نباتات فيه منتجات, ده شيء متعارف عليه. وده يعني الناس الماشين هنا حيكلمكم عنهم الاخ القبطان. يعني حيقدموا نماذج وحيقدموا نباتات بطريقه جميله جدا جدا. لكن الجوانب الثانيه اللي نحن بنحب نصيرها من خلال الاعلام اللي هي الجوانب الخفيه للمعرض ذاته او الرسائل اللي نحن دعنا بثها من خلال المعرض. نعم يمكن دي اهداف المعرض وده واحد من محاورنا اللي نحن حنجيه بعد شويه. لكن قبله حنتكلم مع استاذ عبد اللطيف احمد ابراهيم عن الجهات المشاركه في المعرض الزراعي الاول في ولايه النيل الابيض. طيب بالنسبه للجهات المشاركه يعني يمكن دي محمد انا يعني بشكر من هنا اخونا دكتور شلقا من المره الثانيه والثالثه والعاشره. يعني اتصلنا باداره البساتين الخرطوم ويمكن دي لاول مره يطلعوا في عمل خارج الخرطوم يعني باداره كامله بمعرض متكامل من اداره البساتين. من هنا بنحييهم ونشكرهم على فهم الفكره. يعني نقلوا لنا حاجات انه حيقوموا يعملوها هناك, حيشوفوا نوع التربه شنو, شكل النبات اللي بيتزرع شنو, والاشجار الصالحه للمنطقه شنو. فدي محمده او يعني حاجه من 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 الاهداف الكبيره جدا يعني اللي حتتنقل للحته. نعم خصوصا انه ولايه النيل الابيض هي فيها مقومات من كل النواحي يعني من الانسان من التربه من المويه يعني كله ما شاء الله متوفر. بالاضافه لكده احنا هنشيل كميه من الاشجار حتكون هديه للولايه او لمدينه كوستي تحديدا على اساس انه شنو يعني اشجار مثمره. ودي بمبادره كريمه برضه من اخونا دكتور نصر الدين. وفي من ضمن الفعاليات او البرامج اللي حتقدم حيكون ختام يعني حنعمل شارع باسم الاخ نصر الدين لانه حقيقه هو من مواليد كوستي اصلا. فحنخلي ذكراه زي ما بيقولوا بحاجه زي كده بانه يعني عمل حاجه. فالعمل العمل وعمل كبير ومن هنا بنشيد به. وبنشكر برضه شركه كنانه يعني يمكن للدعم واصل في كل المعارض ما في المعرض ده بس. فاحنا الرساله ممكن من هنا بنوجهها لكل الولايات انه احنا جاهزين وعلى استعداد لانه نقيم اي معرض في اي حته يعني. ودارين سودان ده اخضر وممكن يعني ما في حاجه مستحيله عشان الناس يعني تتضافر مع بعض يعني مجموعه من شباب مجموعه من شركات مجموعه من كده الناس تاخد يديها في يدينا في يدين بعض بنخدر بلدنا وبابسط الامكانات. يعني يمكن العقبه الاساسيه اللي نحن بنشوفها دائما يعني يمكن انا كمجموعه بتاعت القبطان يعني كنت بقيم معارض براي بدون اي يعني دعم. فالحاجه دي بعاني فوقها بقى المعاناه في الترحيل. المعاناه بتولد الابداع يعني بتولد الابداع حقيقه يعني ممكن ما بنعتبرها معاناه والبلد كلها يعني محتاجه لنا يعني ما الخرطوم بس. يعني رسالتنا نحن المعارض بتاعتنا في الخرطوم يمكن غرابه ال 25 سنه او 28 سنه بيشارك في الخرطوم. فدارينا نقول الفكره دي لكل الولايات نخدر السودان كله يعني عارفين انه المزايا شنو. طيب ارجع عليك استاذ محمد, هل المعرض حيكون شامل لكافه انواع النباتات الطبيه والعطريه وغيرها من النباتات ولا هنالك جزء معين من النباتات هو الحيوي داخل المعرض؟ اساسا من مقومات المعارض الزراعيه لازم تغطي كل الجوانب بتاعه النباتات ايا كانت. والمشاركين هم ناس عندهم خبره كبيره في المجال ده وهم حيحولوا هذا الكلام لواقع جميل حيحسبه إنسان المدينة هناك عموما وإنسان الولاية بصفة عامة يعني. نعم طيب نواصل طوال ونتكلم عن الأهداف إن شاء الله. أهداف المعرض شنو يعني أنتوا لما جيتوا عشان تعملوا معرض في ولاية النيل الأبيض وتحديدا في مدينة كوستي الهدف كان شنو من الفكرة؟ أولا الأهداف كثيرة, شراكات ذكية ما بين المعرض وما بين إنسان المدينة ما بين الناس المختصين في المجال الجهات الرسمية المنظمات الطوعية وعلى رأسها شرائين العمل اللي هي بنحييها برضو من هنا سبق وحييناها في شخص الدكتور محمد بردسول. وأنا الحقيقة يعني حاب يحيي كل سكان مدينة كوستي وإنسان مدينة كوستي لأن وجدنا نحن ترحاب ممثل مع أنه نحن الفترة اللي قعدناها كانت بسيطة جدا جدا. نحن كان مناضبين أنه كيف نشوف الحتة اللي حيقام عليها المعرض. أنا حي من هنا إدارة نادي الضباط بكوستي اللي هو وجدنا منهم كله تعاون يعني المعرض حيقام في نادي الضباط يوم 26
وطوالي عملنا الخرط بتاعت المعرض. يا ريت الناس لو تعرفنا على الخرطة برضو. الخرطة بتاعت نعم. الموقع بتاعت المعرض نعم. صممناها اللي هي ممكن نعم حسن حيدين اللي على الخلال. نعم. الحاجات باللون الأصفر دي المعرض العرض. نعم. اللون الأخضر ده ميدان نجيل أصلا موجود. المباني باللون التركواز ده والأزرق ده دي مباني موجودة أصلا. المسجد وفي قاعة صالة بتاعت مناسبات نعم. والمبنى الرئيسي وفي كافتير المبنى الرئيسي بتاع الفندق. ودي كل الفراغات التانية دي معمولة بالانترلوك. ده المدخل الرئيسي بتاع المعرض. يعني المحل جاهز لأنه ينشأ يقام فيه معرض. وهو ذاته محل باعتباره لمدينة كوستي قلب نابض. لأنه أنا من الحاجات اللي مستها أنه يقام فيه كثير من الفعاليات. نعم. فالتحية للقوات المسلحة ولنادي الضباط. نعم. اللي هي دائما في حمل. تحية لأهل الولاية بصورة عامة يعني. نضيف لكم من ضمن الاهداف برضو احنا حنرتقي بالذوق العام بالنسبه للمواطنين او بالنسبه للانسان بصوره عامه. نعم. في مسابقات حنعمل البيوت. يعني يمكن احنا هنا بنعمل مسابقات من ضمن فعاليات معرض الزهور. نعم. في الخرطوم. فدهشنا حقيقه لشكل الحدائق الموجوده في كوستي. الحدائق المنزليه. يعني الحدائق المنزليه. فاحنا بصدد انه نعمل لهم مسابقه وفيها جوائز كاسات. ودي يعني دعوة لكل الناس تجهز منازلها. ودارين نعمل يعني زي ما بقولوا شنو نغير شكل الملامح بتاعت الشوارع وشكل كده. يعني في تشجير لكن ما منظم. بالإضافة للدورات التدريبية اللي حتتعقد هناك دي برضو من ضمن الأهداف. أيوة اللي هي وقفنا شوية عند الدورات. نعم. فحنعقد دورات من خلال المعرض بناس متخصصين في كل المجالات الزراعية على سن ننهض بالجناين الطلاب بستات البيوت بأنه يستخدموا الحاجات دي يعني في الزراعة وفي تدوير بتاع الزراعة. نعم. الزراعة المنزلية برضو. نعم. يعني الزراعة المنزلية دي يعني زمان أي بيت يعني يمكن فوق الزراعة دي متوفرة يعني فبيكتفوا من الحاجة اللي بيزرعوها. واندهشنا زي ما بقولوا يمكن أنا والأخ محمد لقينا في كوستي في حاجة غريبة جدا. يعني أنا ما لقيتها في أي مدينة تانية. في خطين بتاعت موية. واحد قالوا للموية بتاعت البيت اللي بتشرب اللي بيشربوا منها الناس. نعم. الخط الثاني خط بتاع موية للزراعة. فدي يعني مقومات يعني بنية تحتية موجودة. نعم. فإحنا بصدد إنه شنو نحركها ونشوف. وواحدة من ضمن الحياة برضو يعني حنتفق مع المحلية أو مع المعتمد بأنه يعني إقامة مشاتل. أنا يمكن يعني بناضل في حتة بتاعت ده الجانب الثاني بتاع إنه أنا رئيس شعبة المشاتل. عاوز أكبر كمية من المشاتل تقام في المدارس في المساجد في الشوارع في أي كده. ونشوف الإمكانية بتاعت يعني التسهيلات الممكن من ناحية موية من ناحية موقع من ناحية مساحات. على سنة انت بتدي مشتل بتخضر الحواليه. نعم. فبتكون الحياة مبسطة وميسرة للناس. فنتمنى انه يعني المعرض يعني يحقق كل اهدافه يعني. نعم. وبرضو كمان أضيف. انا لاحظت انه معاكم نماذج لصور للمنازل يعني الحاجة زي ما ذكرت ان انتو يعني زهلتوا جدا. نعم. اندهشت حقيقة يعني لمستوى التجميل ومستوى التشجير والتنجيل والبستنة. يعني الحدائق ذاتها يعني التنسيق بتاعها يعني منظم. وبحي الباشمهندس فيصل ده يعني يمكن هو انا يمكن اول مره التقي به. ده قال لي كلام يعني جميل جدا يعني انه بيعمل اللاندسكيب او بيعمل نعم نماذج برضه من الصور. دي نموذج. نعم. يعني ممكن نشوف النماذج. نعم. ده بيعمل لاندسكيب او بيعمل التنسيق بتاع الحديقه قبال المبنى. هو مهندس معمار انا من هنا بحييه. ودي يعني ده النموذج اللي احنا فاقدينه. فلما نلقى زول رايد في مجال زي ده وبيعمل بيفكر في الحديقه قبال البيت يعني ده حاجه جميله. وفي عندهم برضه نوافير وفي شلالات بتتعمل يعني في البيوت وكده بتاعنا بتخلق جو رومانسي وجو جميل يعني في البيت. الواحد بيكون مرتبط بالبيت مرتبط بالخضره اللي حواليه. والخضره يعني ممكن مزايا يعني هي ذاته بتكون لك بدل الحديقه يعني. نعم. الانسان يطلع يمشي يرفه برا عادي جدا ممكن موجودة في يكون الملهى داخل البيت. نعم. يعني نعم. بعدين انا لاحظت كمان حاجه انه كميه من المياه المخزنه في الترع او في يعني بتاعت الخريف يعني لحد. نعم. يمكن المويه في موجوده. فالبنيه الاساسيه او البنيه التحتيه موجوده متوفره يعني. نعم. مشكله مويه ما في يعني. دي اهم حاجه النبات داير مويه. فالناس بس شويه مجهود كده يعني ان شاء الله نقدر نساهم معاهم يعني ان شاء الله. انا نعم. حواصل في الاهداف النبات داير مويه والارض موجوده وداير الانسان اللي بيحب الحاجه. نعم. اللي هي ده الهدف الرئيسي انك انت كيف تخلق حراك في المدينه في انسان المدينه وتزيد له ثقافته بالتجارب المتراكمه للناس اللي حيمشوا هنا
وتحيي الثقافة بتاعت المنافسات بتاعت الحدائق المنزلية، قال ما زي ما قال أخونا القبطان. والحقيقة أنا دائما بقول إنسان كرسي لقينا مهيئ للحاجة دي. نعم. والشيء الأساسي والدافع الأساسي الرئيسي في النجاح، حتى الجهات الرسمية ضافرت معنا، نحن بنحيي كل الجهات الرسمية من الوالي وزير الثروة الحيوانية ومعتمد كوستي وكل الناس المتفاعلين مع الموضوع تفاعلوا معه بطريقة جميلة. والتحية الأولى، التحية الأولى دائما لإنسان كوستي الجميل. نعم، إنسان كوستي، وتحية لكل أهلنا في ولاية النيل الأبيض. خلينا نمشي نتكلم كمان عن البرنامج المصاحب للمعرض، أول البرنامج يعني. البرنامج المصاحب حيكون ليالي غنائية وليالي ثقافية وشعرية تغطي مجالات كثيرة من مجال ضروب الثقافة يعني. نعم. ودي دعوة لقناة أنغام إنها تعمل تغطية إعلامية للمعرض يعني. إن شاء الله. في وأنت من أبناء يا مجاهد، انت من ابناء النيل الابيض. نعم، انا بحيي كل اهلي هنا، يمكن دي فرصه يعني انا اقول بحيي. دي دي, نعم. دي دي نحن دارين يعني على الهواء انكم ان شاء الله تكونوا معنا في كوستي. نعم. باذن الله. نعم. الليالي المصاحبه في ليالي فنانين كبار معنا من الخرطوم، الفنان الكبير عمر احساس نحييه ونحيي اسرته، وهو دوما يعني مع الجمال اينما حل. نعم. الفنان الصادق شلقامي، الفنان الشاب صلاح دهب، وفي في في ليالي ومفاجآت حتكون لإنسان الولاية هناك، حنتركها للأيام يعني. نعم. وفي في ليالي، في يوم للطفل، في يوم حيكون لذوي الاحتياجات الخاصة بإبداعهم وحياتهم. نعم، ذكرت انه قناة أنغام تكون موجودة هناك، يمكن ديدا قناة أنغام الفضائية يمكن عودت كل مشاهديها دوما انها تكون في موقع الحدث وتنقل كافة الفعاليات في كل ولايات السودان المختلفة، ونحن ان شاء الله حنبذل قصارى جهدنا ان شاء الله عشان نصل بس حاضرة ولاية النيل الابيض عشان ننقل كافة فعاليات المعرض الاول في تاريخ الولاية. ونحن سعيدين انه أنغام تكون دوما تعزف على أوتار الجمال أينما كان في كل بقاع السودان الجميل اللي احنا بننشده، أخضر جميل والبيئة بتاعته معافة. ونحن والله أبشركم يا جماعة، نحن دائما في بالنسبة للدول التالين نسبة التلوث ضعيفة، لكن لو أهملنا حنصل مراحل صعبة، عشان كده دائما نحن نبدأ ونمشي لقدام، ندور إيجابيا، نزرع، ودي وصيتنا لكل الناس في السودان. نعم، ويمكن برضو يعني إنه الناس لو رجعت لأصلها ولحاداتها وعاداتها وتقاليدها شوية كده الحياة بتكون جميلة. صراحة أنا كنت سعيد جدا بوجودكم معي من خلال هذه الفقرة الأولى عبر برنامج هلا بيكم، ولكن قبل ما نغادر يمكن الطاقية مصنوعة من السعف، وبرضو على يميني القفة والبرش، نتكلم عنهم إضاءة سريعة حول البرش. والله دي من النماذج بتاع يعني السعف ذاته طبعا اصلا من بقايا النباتات النشفة اللي هي من اشجار الدوم والنخيل من الاوراق بتاعتهم بعد ما تنشف. ونحن عندنا رحلة كبيرة كان اسمها رحلة السعف في مناطق موجود فيها السعف ذا، مشينا لقينا ايادي جميلة وانامل تعزف الجمال على السعف بطريقة انت ما تتخيلها. فهم محتاجين، ما محتاجين حاجة، هم محتاجين انه نحن كيف نصيرهم بطريقة كويسة. إن شاء الله ديل حيكونوا الشغل ده كله حيكون على أرض الواقع في المهرجان الكبير اللي نحن بننشده. وقبل ما يعني نتكلم عن السعف والحياة الثانية عشان ما ننسى الأشياء الأساسية في الموضوع بتاع كوستي، أنا والله بحيي تحية كبيرة إخوة كانوا استضافونا في اليوم اللي نحن مشينا فيه، الأخ عريبي والأخ محجوب خدير والأخ أسامة التاج والأخ مرتضى الوجيه، ويعني والله كل الناس، أنا ما أنسى أزول، لكن والله كل الناس كان عندهم ترحاب وعندهم استعداد. وأنا حسي نجاح المعرض ده مراهن على إنسان كوستي الجميل. أنا يعني ما لقيت تفاعل أكثر من اللي لقيته في كوستي يعني. نعم، نحن بنحيي كل أهلنا في ولاية الأبيض وفي كوستي تحديدا. وخلينا نعتذر لسعادة الوزير، وزير الثروة
الحيوانية بولاية النيل الأبيض الأستاذ ياسين عمر حمزة، وأيضا رئيس منظمة شرايين العمل. نحن بصراحة بنعتذر لكم جدا نسبة لضيق الوقت، كان المفروض يكونوا معانا عبر خط، ولكن نسبة لضيق الوقت إن شاء الله مساحات مختلفة عبر شاشة قناة أنغام هيكون حضور معانا داخل الاستوديو إن شاء الله عبر خط الهاتف اللي بيربطنا بكل مشاهدين على الهواء مباشرة، وأيضا كمان ضيوفنا اللي ما بيحالفهم الحظ إنهم يكونوا موجودين معانا داخل الاستوديو. بالتأكيد بنكون سعداء جدا بربطهم معانا على الهواء مباشرة عبر خط الهاتف. شكرا لك باشمهندس محمد عوض، رئيس منظمة أو مجموعة الله أصدقاء يخليك، الطبيعة، شكرا جزيلا لوجودك معنا داخل الأستوديو. شكرا، واتمنى انك انت تكون من اصدقاء الطبيعة. أكيد. خلاص دي على الهوا يا جماعة. نعم. أيضا كمان بشكرك جدا أستاذ عبد اللطيف أحمد إبراهيم الشهير بالقبطان، رئيس شعبة المشاتل، وأيضا رئيس مجموعة القبطان، شكرا جزيلا لوجودك معنا من خلال هذه المساحة عبر الفقرة الأولى من خلال برنامج هلا بيكم. شكرا لكم، وإن شاء الله نتمنى يكون السودان كله أخضر إن شاء الله. إذا مشاهدينا في كل مكان، دي كانت فقرتنا الأولى من خلال برنامج هلا بيكم، تحدثنا من خلاله عن المعرض الزراعي الأول اللي حيقام ولاية النيل الأبيض تحديدا في مدينة كوستي في يوم 26 إن شاء الله من الشهر الجاري. بعد الفاصل، بعد ما نهديكم لحن غنائي، حنرجع بفقرة جديدة مختلفة، خليكم معنا. اديني رضاك قدامي سفر، سفر مكتوب ما بالأخبار، سفر مكتوب ما بالأخبار. مشيل في خاطرك مني حرام، أنا غير بس ماتت، 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 ما بقدر. شكل النهاير
تحية مجددا لكل المشاهدين الأحباب في كل مكان. لسه بنتواصل معكم من خلال برنامجكم أهلا بكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أنغام الفضائية. سعيد جدا من خلال الفقرة الثانية يكون معي داخل الاستوديو الشاعر الشاب فضل المولى بلة والدل عيسر. مرحب بك ومساء الخير عليك. مساء الخير على كل المشاهدين، خير عليك أنت مجاهد وعلى كل زول بيشوفنا في السودان على الغنى. مرحب بك، وأيضا مرحب بك الشاعر المرهف الشاعر الشاب الجميل التجاني أصهر المراد. مرحب بك ومساء الخير. مرحبا أستاذ مجاهد، ومرحب بالمشاهدين في بقاع السودان الجميل وكل المشاهدون اليوم في حلقة في هذا المساء الجميل. مرحب بكم شباب. وانا عاوز أبدأ طوالي معك يا تجاني، يمكن انت تحت الهواء نحن بندردش عرفت انك انت يعني من بادية وبتكتب كالعادة يعني او كتاباتك هي شعر الدوبيت مربوط في ذاكرة كل سوداني، انه
الانسان اللي بيكتب دوبيت ده هو المفروض يلبس جلابيه ويلبس الزي القومي، يعني ما يلبس بنطلون وقميص زي ما حاليا انت لابس. السبب شنو الحاجه دي؟ فيا عزيزي، الشاعر او الانسان بطبعه دائما هو ما بالحاجه اللي بيلبسها. الانسان هو بروحه بكينونته بجوهره هو بيحمل شنو. ممكن زي ما قلت انت، اي انسان في عقله بيخيل له انه انسان بيكتب الدوبيت تحديدا انه هو لازم يكون لابس الزي القومي، زي ود اللي عايز، مش بقول لابس جلابيه لابس سديري، لكن يعني ما شرط. فانا ممكن ياهو لابس بنطلون وجلابيه، جلابيه بنطلون عفوا، وحالك كيف، وبكتب الدوبيت. المفرده ما في حد ذاتها، هي يعني في جواك، ما تتمثل في الشكل يعني. نعم. أنا دائما مبدأ ماشي بالمبدأ بتاع أنت بالروح ولا بالجسم إنسان. طيب نبدأ بيك طوال ونسمع الدوبيت. فجدا يوم تلقانا، يوم تلقانا للوعرات فجر داكشين، ويوم تلقانا في صالة الخليل شاكين، مرة مع عمري قاب السيدة وام مارقين، ومرة طرابة في كسور الملوك عايشين، يوم تلقانا في الأكل بدود حديدة، ويوم تلقانا من ضحك السماء جديدة، يوم تلقانا في الصحراء وسخانة شديدة، يوم تلقانا من راجع الحساب ونعيدة، يوم تلقانا في الكلس الأصيل بنخلف، ويوم من قانس الصيد البهج ما بولف، يوم في صي قارئين لنا عمنا نعلف، ويوم سيفنا في رقاب الأعادي بجلف، نحن الفينا سيمات الكرم مغروسة، نحن الفرس هيلنا وأصله ما بنكوسة، نحن بنحسم الحارة ونخوض الدوسة، نحن العكة بخط مدروسة، نحن نقنع الكاشفة ونعيد تمجيدة، نحن بندخل الحارة المصد حديدة، يوم قح النحاسات الخيول وعنيدة، نحن بنبسط الضامرة المحزة سجيدة، نحن أصلنا مري زي مرارة الكينة، فاتحين دارنا للدائرنا والمابينا، نحن عدونا بنزل وبنملغ بينا، نحن ماقر الصي العقارب سمينا، مجانين نحن أسياد النحاس الرنة، وفي هرف الخطر كم للرجال محلنا، يوم نطرم سماح ست الدلال والحنة، نحن عدونا بنزل ونطير جنة، نحن ولدنا ليشين التقيلة مدرب، ونحن السيفنا في رقبة عدونا مجرب، نحن اليوم ملاقاتنا الأسود تتهرب، وجوهنا بشوشة لكن في الصدف تتكرب، وجوهنا بشوشة لكن في الصدف تتكرر. يا سلام، بالتأكيد يمكن هي دي صفات الشعب السوداني يعني بصورة عامة. طيب يا ود اللي عيسر، انت ابتدائي عرفنا انه هو اغلبية كتاباته هي الدوبيت، يعني هو شعر الدوبيت. انت برضو بتكتب الدوبيت؟ اكبر قصائدك في الدوبيت ولا بتكتب يعني انواع الشعر كلها؟ والله انا كتبت في ضروب الدوبيت كلها، لكن مركز على الدوبيت اكتر حاجة، وحافظ الدوبيت يعني النصوص دي ما قاعد احفظها، لكن اقول لك كان داير تشوف بالعين ومو قول شاف، تعال شرفنا في الغر وفي الوتشنكاف، كرما فينا حير كل من وصاف، ما ننبه له جد من فقره ما بنخاف، ايدنا رخية للمسكين والمحتاج، ابشر والله الا عدوها بتبيد بقي الحجاج، كبيرنا بحلحل العقد اللي ما بتنساج، نجز شنابنا كان من الدواس نلاج، اهل العز وعز العزبة نوه صروح، نفوس طيبة كالطيب المطيب ويفوح، بس انقاقة خشما شقي ومسنوح، بنكمل شت وما بنحسب حساب ليروح، نحن الجودة والكرم، أبشر والله نحن الجودة والكرم الخرق للعادة، ونحن السمتة نحن الفرسة نحن الغادة، نحن الطيبة لحق غيرنا ما بنتمادة، بس نقومنا كل لئيم نبيده إبادة، طاهر نفوسنا من طاهر، وما بتلقانا فوق حجاز نهوش نتفلت، كان هرج النحاس في العركة نحا وتلت، البنضر وكان جبل الحراز بيتخلت، ونحن القاسة غيرنا أبشر، ونحن القاسة غيرنا بنلزمه بنقيسه، ونحن صبينا ملهش الميوعي الميوعي حديثه، صبارين على الصدف المحمي وطيسه، عدونا نقشط بالمتريس ونلحق ميسه، ونحن الحكمة والراية السديد بنسيده، ونظم الغاف يهونا ومن زمان بنجيده، فصل الرقبة والجلة في البضيح حسيده، علمان الله بيصغرنا وكبارنا نريده، أبشر والله أبشر والله أبشر، وعلمان الله بيصغرنا وكبارنا نريده. يا سلام، يمكن برضو كمان شعر الدوبيت يمكن يعني برضو ممكن يكون فيه أنواع يعني، ممكن نقول إنه في زول ممكن يكتب في الدوبيت ولكن بشكل غزل، ولا الحاجة دي ما ممكن؟
الدوبيت ما هو مفردة، مفردة بدوية، موروث ثقافي زي الأخوان الهسي قبل شوية في الحلقة اللي فاتت. نعم. يعني قدموا لنا في الكلور نماذج نعم مختلفة، حافظوا لنا على الفاظ المصرية جابوها لنا لا بشكل بتاعنا احنا السودان. الدوبيت يعني اي شاعر هو يعني كتب دوبيت ممكن يكتب غزل، ممكن يكتب رثاء، ممكن يكتب فخر، ممكن يكتب حمد. بنفس الشكل المفرد، بنفس الشكل المفرد، لكن الدوبيت يعني ما يتحدث لانه زي ما قلنا هو موروث ثقافي. يعني الحاجات لما تكون ميراث انت مفترض شنو تحافظ عليها زي ما هي وتخليها زي ما هي. الحداثة في الدوبيت هي ما هي. نعم. طيب برضو واحد من الحاجات برضو والحماسة برضو ويمكن برضو واحد من انواع الشعر هو المصدر. لو تعرفنا شوي على المصدر ودلع عسر. المصدر هو يعني المصدر هو رحلة، رحلة من مكان إلى مكان، واغلب يعني المسادير بتكون بالجمل ما بالعربية. يعني والله يعني في العربية فيه، يعني في الناس اللي ما عندهم جمال بس بيكون بالبص ولا بالبوكسي، لكن المصدر غالبا وما عرفناه من قبل هو بال يعني بالجمل. إضافة لكلام أخونا والعسر، المصدر يعني زي ما بقول لك هو رحلة من دار المحبوب، من سكن المحبوب لشنو لدار المحبوبة بوسيلة، بغض النظر إذا كانت هي الوسيلة جمل بعير أو عربية أو طيارة. في ناس مشوا بطيارات، في ناس مشوا بجمال، لكن إحنا في الزمن الحالي أنت كيف تقدر تركب جمل وتمشي؟ يعني حتى أهلنا ذاته في البوادي يعني اللي عنده أبالة خلوا الإبل بيجوا يركبوا العربات، دي حاجة اتحدثت. فأنا واحد من الناس كتبت باللاند كروزر مشيت به إلى النيل الأبيض. نعم. وما ما بقدر استحضر المصدر عشان مثلا أنا أقول لك، لكن يعني في بداية في حاجة من المصدر مثلا بقول ود الزاكي قافيته ودخلت هشابة، عاني لعبة جال فوق الظلت تتشابة، مشتولة الترشات وزرق رقابة دايما في الكبد سايبني بين الشابة، محاق الدروب البعيد بالدانة استندر المكنت وعاد ما أي سخانة، عليه دفت الروين الفارة والطربانة، فات مبروك قاصد من وسط نحلانة، فات مبروك فات أبو حبيرة، فات فات مبروك أبو حبيرة جات في يمين وعيل تقلع على ياباني ربي يعينه، محبوب بالفوق ذهب البراتي جبينه، بدري هجمته باللاند السمح تزينه، صاروخ الشهاب صاروخ الشهاب من قواعده مرسل، أسمح منه لاندية الحديد مؤصل، على المردوم مردافة وحشاه مفصل، خشاه الدوين في اللحظة حالا حصل، ظهر بيته وخلاص في دواخل اتأملته، وصب لي كان كتير يخلي جد كملته، بعد ما دنيته باللاندي القبيل جملته عند بابه الكبير بروا أقدس فرملته، نزل من مقعد اللاندي وتركته بقسم، وجيت ليزولي بوجه انطلق متبسم، قابلني السحل فيه العفام متجسم رتفن عالي ممشوق والجسم متقسم، وإلى ما شاء الله دي رحلة يعني. دي رحلة كده يعني وصفت فيها شوقانة، وصفت فيها جمال المحبوبة، وصفت فيها إنه اللاندي لاندي كروزر لاندي كروزر هاي لاندي أيوة نعم إنه شنو استندر مكنته وعاد ما يسخر يعني كده. بالإضافة إلى الأعواج والدزاكي دي نعم. القرى الصحيبة أنت معك في نعم. رحلتك نعم. نعم. طيب نمشي برضو نشوف والدلعيسر عنده شنو من المصدر. والله يا أخي عندي مصدر جمل لكن ما مستحضره كله، لكن بقول ليه منسل حر، منسل حر طايع دوب وضايق الشد بياكل في تريت ما هالحيل وردي على الياداب وفرعوله بنيل وسد براه وضايراه بيحتاج لصوته دعدي، خف الرجل اللي راح وديني يا حنوف ومكصباك قديم وللهجم معروف، زول الرايده بكل الخطر محفوف وحالي في هجمه كان ابقى مزير مكتوف ودي من الجمل. نعم ده واحد برضو من يعني ده مصدر بشكل برضو مختلف. طيب لو جينا نتكلم عن أنواع بحور الشعر بصورة عامة، هي لو قلنا مثلا هي شنو ذات الأنواع دي ومن ضمنها شنو برضو البحور الشعر يعني في ضروب كدوبيت ولا حتى المسترسل والقصائد كله مع بعض هي كم ذاته لو جينا عددناها؟ هي انت ما بتقدر انا اقول لك يا اخي هي ممكن تكون عندها عدد محصور فيه. نعم. لكن الشائعة اللي عندنا هنا في ناس بتكتب القصائد، في ناس بتكتب العمودي، في ناس بتكتب الشعر الحر المسترسل ما بتقيد بقافية معينة، في ناس في بيجوا الدوبيت بيكتبوا الجالسة، في ناس بيكتبوا القزل، في ناس بيكتبوا الرثاء، يعني اتما كثيرة أضرب الدوبيت. فأي زول بيشوف نفسه إنه هو شنو
بيبدع فئة مجال. يعني هسه أنا شايف إنه أنا ممكن ببدع في الدوبيت، أنا خلاص خشيت على الدوبيت، شايف نفسي إنه بكتب في الغزل حاجة كويسة بكتب. طبعاً أكتر شيء الغزل، الناس شنو الشعراء كتبت في الغزل لأنه محبب للنفوس. أنت ما كتبت يعني في الغزل؟ أي استغفر الله ما كتبت. ما كتبت الغزل ما في زل، ما في زل ما كتب فيه. طيب نسمع منك نموذج في الغزل. الغزل يا مجاهد طيبة، يا طيبة الجمالك في البنات معدوم، جيدك جد طريفية وحشاك مبروم، الخلاني ساهر عيني جافي النوم من نظرات عيونك وديسك المردوم، طيبة الريدة في تمرة فؤادك مكن، أري الصيد وشرفت للتعول التكن، النيرانة في قلبي المتيم بكن، صديات خيل خماسية ودروع حبشكن، عيون النفر المن الزوالات جكن، أرداف البتاتن بالدروع والتكن، طراوة الرخرو خليه النسايم فكن، في طيبة مجبين الجواهر دكن، طيبة الحال زي عزف الكمان نغماته، من طينة عزيزة من السلات أماتة، من قت وادي وجبيها سبتني حالات، أنفها موس وبراق الهجوع بسماتة، فيها الفزرة نافرة ونزرة زوق لطافة، سمحة خصالة عالي ردافة خلقة قيافة، البت التفوغ الدر سماح وظرافة، نظرة عينك السيف للقلوب جلافة، طيبة فيها شبه ردن وميمون، نظرات عينه حد من ضربة المجنون، الخلان متفرج دوام ممحون كحيل عيونه، والحاج بالغزير مقرون، أمدري على عينة لمع البروق الفجن، أكحل طرفها وراسية وحديثة معجن، الصديق الخماسية مطبول الرجة نسرت مهجتي وقلبي وعيون اللجن، طيبة لتيبة المتر الزرق رقابة، وطيبة الريلة الصدن قماح كلابة، طيبة الغارزة فيدلو على العشوق نشابة، حشيم الطبعة ما هل بالفشيح سبابة. فده غزل يعني. تحية لطيبة. نعم. طيب برضو نشوف نموذج معك وده العيسر برضو، انت كتبت في الغزل ولا كل كتاباتك هي دوبيت وحماس؟ والله يا اخي الغزل ده هو الباب المحبب يعني لذاته، لكن انا اقول لك جيت باري الفريق بصدفة شفت الريلة مربوعة غوام فدعة وعيونها كحيلة، فكيت شارعي مسرع وقد امشي له بسمة جامحة خلت روحي فاقدة دليلة، سبحان مالك الملك شوفوا كيف صورها، ظلمها في قفاها وفي الوجه نورها، طبع الوجن في الخد والعيون حورها، نقى جروفها من كل العيوب سورها، مربوعة غوام فدعوا طرية كف، هاردك بيت بعناثة وتنقى الطف، دمعي بهيل دمعي بهيل ولها السعبسين ما جف، سام عيانها زي الجين بيخطف كف، سماحا خلقي ما زادوه قاطع الشك، من مصبحت دركان والعقل مفك، جدي عقب الحاروك مسفل وجك، كون ينساه إلا الكون جميع عندك، بينك والبنات يا سمحة غايته مسافة، رموشك حادة بتشل للعشوق جسافة، قفاك معمعم الهضليم عليه كسافة، منك لايك الحسر وبقيت في حساف، عارفك طاهرة تباع الرزيل ما بجيك، وعارفك ربي بيتوب العفاف كاسيك، عارف قليبي من كل البنات هاويكي، كان عاندتي كان قاسيتي ممخليك، وكل ما نشفى من الفات وتبرج روحنا عقب الهم يواتينا ويزيل صروحنا، والدلدرع الوالف مهايس روحنا بتن القاهو يا عبد الله ترتاح روحنا، جنيت رسمي وياكي السبب في جني ويرح جوا بس خافي الوجع بيسني، كل ما يطول صباح في غرتك بشيني قاسي عنيدة، لا بيضعطفي لا بيتحني، نارك فيه بتلهب وكل صباح تقج تقج شراكي عند الهبرة جت بتفج، تفج أعماغ ليها وبهواها الزج تزج الحسرة فيه ومن طريقة لي، سماحا هدد الشاف وعقولنا ربكة، شال الروح هدية وفي طبق تطبك، ديس الليل وكفل في الصلاة صبكة، هاف من رق وحاجي بنون ريموش شبك، فيها ملامح الفوق الكريبي رفكة، تجفي مني كل ما قج لها شرك، الواليها في رفل النغيم عرك، صدها نشف الكبد وكمان حرك، الليل بوبا والنسم المصقل اللي فحت بهر الزهرة والعصم من محلها زح، طرية الديسة كرع ومن ضميرها اللحت، مركب السهل يكتح في التراب واتبح، صبري فقدته والدمع اللي بتبهل شحت، عادت كبدي لجرحا بعد ما صحت، عنس الفك عنس البيل كريب لاقت جناها وضحت، منها حظ فينا حنطيق الرحت، ومنها حظ فينا حنطيق الرحت.
زول كلام حلو، والأجمل من ذلك يعني في الدوبيت ظهر لغة الحقيقية، لغة أهلنا الكبابيش مصقللة. فدي دي لغة أو لهجة، عفوا دي لهجة محلية، فما تأثر لنا بهوس التكنولوجيا العصرية عشان نضيف لنا شنو مفردة جديدة. فكون انه ذاته حافظين على كلمه مصقل اللي دي انا عجبتني شديد. نعم، يمكن انا برضه كنت ارجع لموضوع المفردات ده والبيئه ذاتها اللي ممكن يتربى فيها الشاعر. يعني هي برضه ممكن يعني يكتب بنفس اللهجه اللي هو موجود فيها وبنفس طبيعه المكان اللي هو موجود فيه، ولا ممكن الحكايه تكون مستحدثه ويدخل مفردات جديده؟ والله يا اخي الشاعر هو ابن بيئته يعني، لكن حقيقه يعني الشاعر اذا دخل حاجه مستحدثه على بيئته يعني يكون دويته ما سمح ما طاعم ما فوق ذاته نكهة يعني، لكنه ما تكون بالبيئة اللي هو عايش فيها، فبكون يعني يعني المستساق بيكون يعني له طعم كده. بتحس انه ذاته انت بتقدم يعني حاجة وفي نفس الوقت بتحكي عن الواقع اللي انت ممكن تكون عايشه في يوم من الايام. اي بتكون نعم. عايش في واقع وبتحكي عن ما في داخلك اصلا، ما احساس يعني انت احساس اللي في جواك ده انت بتطلعه يعني. طيب لو جينا نتكلم عن شعر الحماس، لو قلنا نعرفه هو شنو تجاري؟ الحماس والفخر انا بشوف انه ما بينه ما في بينهم فرق يعني كوجهة نظري انا. اول شكر ممكن انا اشكرك او اشكر قبيلتك او اشكر كمجاهد كفرد يعني، او مثلا زول عجبتني فيه صفاته عجبتني مواقفه انا شكرته كويس، انا بظهر المحاسن بتاعته. اما الفخر بيجي للقبيلة وبكل الوطن كويس، وممكن يبدا بالاهل كويس. فانت بتشوف انكم انتوا كقبيله محاسنكم شنو، المحاسن بتاعتكم ايجابياتكم كلها بتصيغ في شعر عشان تظهر شنو للعالم الخارجي. ده كل ممكن يكون تعريف الفخر. نعم. طيب لو قلنا نسمع منه نموذج، ممكن تسمع بالشكر. هو سواسية، لكن ده على نطاق القبيله زي ما قلت لك، وده على نطاق شنو الفرد. أنا قبيل لما جيت بدأت لك قلت لك نحن مجانين، نحن سياد النحاس الرن وفي هارف الخطر كم للرجال محنة، يوم نطرم سماح ست الدلال والحنة نحن عدولة بزل ونطير جنة. ده ممكن يكون فخر على مستوى القبيل، لكن ممكن يكون شكري مثلا. من هنا بس لتحياتي لخالي الأصم محمد نور التيان ودن مراد، زول فارس. نعم هو زول شاعر وزول مجيد جدا وزول أخو أخوان يعني، زول ما شاء الله يعني من الناس الكرماء جدا. وقلت فيه خالي الوزن رجح بين دايد ورحل، أدى كثير وكم بسط الرزين ومكحل، المنتبة تلبل للسعاب تفحل يقدل بالهوايش لا عتر لا توحل، الناس اللي بكرموا الضيف عليه بتجاروا إتا جناهم يا السبع اللي بشيل بيساره، عطايل الضعيف رفاه يباسط جاره كم رجع إبليس العين بحساره، خالي الغدر سامي وطبعه ديما نبيل كريما بدفع العاتل خبير تتسيل، تلي بما تقابل للقواسي بشيل كف سخية ما بفرز بحاكي النيل، خالي اللصم لدر الدمير الكرق واسع راي وكامل دين وسيف ومطرق، التلي بالبسوك درسه ولكونه مزرق كف سخية زي بابل انسحاب وتبرق، ما بخاويك اللي فايدة وبشيل اللي عندك ببقالك ظهر صم وين عدمت بسندك، تورعان زد تجول كل الفيافي بزندك الفوز في المحاص يا برسو معروف جندك، محمد نور عش البايتات مما قام عشاري وقنع الكاشفات، خالي الماما يوص بالدنة للفارغات سيد واجب كريما بلزم الطامات، خليفة الممحل الساقل ودين خيره سائل ربي في الواجبات يكمل سيره، أبقص اللي بكتر في الخشش نتيره بسيفه السنين زاد في الرقاب بالتيره، يا دود الغواب اللي الثعالب هدد يحفظك الله والأفراح عليك تتجدد، يا الكرس الفضايلك فوقي ما بتتعدد راكز الصعاب راكز الصعاب حاشاك ما بتتردد راكز الصعاب أبشر الله. طيب ده برضو يمكن ده نموذج زي ما ذكر إنه هو من نماذج شعر الحماس. أرجع عليك أنت ثاني ودل عيسر، نسمع منك برضو جزء من شعر الحماس، ولا ما عندك برضو ولا ما عندك كتابات عفوا في شعر الحماس؟ أنا بديك يعني جزء من الحماس، وزي ما قلت قبل ممكن في مثلا في شعر الحماس ممكن تقول نحن عدونا بالضيم والغلب واجعنه، ويوم دبك الخيول منا الظهر قال منه، نحن العز
ومن جد الجدود وارسين شيطان البخل هازين عليه وهارسين وهلي علي أجباهم لغير الله ما علي أجباهم وهلي لغير الله ما بتنزل علي أجباهم لغير الله ما بتنزل وضرب إيتهم لا يوم النشر من علا يوم الكتم والجيم البتيل تتلى تلقى الطير عليك بعد البشر بالدل أبشر أبشر وفي الفخر ممكن ولا في الشكر بتاع ممكن الشكر بتاع الأخوان الشكر عام نعم ممكن بقول قول يا غريمي نظف وبربح الغافل الجزور همتين شبلا بكرم الضيف بسرات سميني أبدع فوق وبهي الزيبه للعين تحية لكل أخواني والبعرفوني والما بعرفوني عندي إخوان عزاز ملوك سادة وغادة ما فيهن هوام متروك يوم الحيصة استنجد المدروك مديته فيه سابح سمو بدلوك عند إخوان حايزين الكرم والجود كرما ذاته لا بنعد ولو محدود يوم الحيصة يترطن البارود عادي بلاقوا الكلاش بالعود حقيقة قدت فيهم أصل وتزييف ويات من يبقى من نظر الخباسة كفيف غير الركزة في العركة العجاشة بقيف كرم بهل زي مطر وطاته خريف والتحية لكل ذول بيعرفنا وما بيعرفنا نعم تحية لكل ذول بيشاهدنا نعم تحية لهم وكمان برضو التحية للمشاهدين الأحباب طيب برضو كمان الشعر برضو أجزاء مختلفة ومتنوعة تناولنا من خلال الدوبيت والغزل والحماس يمكن برضو في شاعر بيكتب في مناسبات يمكن زي هسي حاليا نحن في شهر يناير يمكن هو شهر نحن كشعب سوداني بيعني لنا الكثير يعني استقلال السودان ورفع علم الحرية وتحية للأسر الأبطال الحرر السودان يعني مثل هذه المناسبات يعني أنتم كشعراء يعني بتتناولوها كيف وكتاباتكم ليها دبيكة تجاني والله يا عزيزي المناسبات هي بتختلف من مناسبة لمناسبة لكن إذا كان مثلا مسكنا زي ما قلت أنت شهر يناير هو وطن وقصائد ممكن كلها ممكن تتحدث عن الوطن فالوطن بيبدأ من البيت بتنقل بيبقى مجتمع بيبقى وطننا شنو الشامخ المترامي الأطراف السودان الحبيب تمام كل الشعراء مجدوا الوطن وكل الشعراء كتبوا في الوطن دي من ناحية وطن أما في مثلا مناسبات تانية بتجي مثلا زي قصيدة مرام مثلا مرام مرقت على الجيران ومرت بينا كم ساعات نعم تتناول القضايا الاجتماعية أيوه نعم. هو شاعر ما هو لسان حال غيره كويس عشان يوصل الفكرة في شعراء كثير قنوا بمناسبات وربنا يديهم العافية وما قصروا يعني خلدوا لنا ذكرى لحاجات يعني اندثرت لكن بالشعر والمناسبات الجميلة بقت هي نعم خلينا نجيب في الوطن ونشوف الوطن بعيون الشباب الموجودين حاليا معي داخل الاستوديو هم كتبوا شنو وطن فيه سيمات الكرم والعز أنحنا سياد في الدوس السلاح برز فيك رجال قبل خلوا البطون بتكز فيك البسط السمحة القرون تنز فيك أخوان بنات حاضر بعد المايلة وفيك الفرتق والصف في سماء ملقايلة فيك البعقر الشنق السمينة وشايل فيك البركب والكلس أبقى ماق من سايلة يوم قص الفقر وده الرجال جبخانا نفديك يا وطن بالروح وليك ديمانا ساعة اليوم يكون عجة وسموم وسخان نحن نفرتق الصف المتين أركانا نحن كرمنا فياضا بحاكي النيل ونحن الشكر هيلنا وفي الوصف بنخيل في اليوم الشقل فيه الدموم بتسيل نحن سيوفنا لعاة الرقاب بتشيل نحن نقومنا بنخلي الرجال تتخلى أنحنا بندخل الدوسة وملهيبا ولع أنحنا صغيرنا من قام بالكلاش بتدلع أنحنا بنعرش السمعة الدركها تشلع نحن سياد بلد أفعالنا ديمة تسر أنحنا بندفع بقنفة المنسل حر نحن اليوم ملاقات الخيول الغر ما فينا الجبان في المحاصب تر ما فينا الجبان في المحاصب أبشر أبشر تحية لوطن عزة وطن الشموخ يعني وطن المهامة تحية لوطن الحبيب السوداني يمكن ده نموذج بعيون الشاب الجميل شاعر التجاني أزهري المراد برضو كمان أشوف الوطن بعين لك شنو في كتاباتك ود اللي عيسر والله يا أخي الوطن ده هو كل حاجة يعني أول حاجة نقدم الوطن على كل حاجة يا سلام
فمثلا كتبت في الوطن لكن ما استحضر منه القليل، فمني تحية لكل زول بيقول سودان، ومني تحية للغرم رهود ومتاني. حقيقة بقولها من جواي نطقها لساني، مقام كن عندي كل ما يوم بيصبح باني. نحن شوامة ونحن شقايا، نحن الطيبة، ونحن صغار نبربع على النشنك والسيبة. نحن سيادة البادية اللي بيد بدبيبة، والبندورها من سن الأسد بنجيبة. نحن شقايا ونحن طايل باعنا، ظاهر مستنير فوق المعالي بدعنا. كان خاويتنا ما بنبخل عليك متاعنا، كان كازيتنا نقدل فيك حلف بيك راعنا. تحية للوطن أبشر والله. أنا في عندك إضافة في شعر في شيء يعني في الناس اللي بيكتبوا في الشعر بصفة عامة، في واحد قال لي يا أخي أنت قلت نحن بندفع ونحن بنضبح، الفرق شنو؟ قلت له والله أنا ضبحته بشوفه كذا، لكن لما أقول أديتك أنا البيت ديك أكرم من أكثر من اللي بضبح لك. يعني مثلا نحن بندفع نحن سياد بلد فعالنا ديمة سر، نحن بندفع بقنفة المنسل وحر. بقنفة ده طبعا البعير اللي هو الجمل. يعني أنا أنت تجيني ضيف يا مجاهد، أنا أدفع لك جمل أكرم من الشنو اللي بضبح لك. بضبح لك ده ممكن يكون قاصد به رياء، ممكن يكون قاصد به حاجة تانية، لكن الزول اللي بدفع هو أكرم من الزول اللي بدي. فدي حاجة كده مثلا، يمكن دي معلومة يعني دي صراحة استفدنا منها كلنا. يعني أنا بشكركم جدا شباب الشاعر الشاب تيجان أسري المراد، شكرا جزيلا لوجودك معنا من خلال هذه المساحة عبر الفقرة الثانية من خلال برنامج هلا بيكم، شكرا جزيلا لك. الله يكرمك يا أستاذ مجاهد، وطبعا دي ما المرة الأولى إحنا نتلاقى فيها، فأنا سعيد جدا إنه كنت في قناة أنقام الفضائية وبصحبة ودلي أسر والمستمعين المشاهدين عفوا. برسل تحياتي من هنا للحاج أزهر المراد وهو أكيد بيشاهد في الحلقة، فبعتذر من القزل اللي قلته، افترض ما أقوله في حضرة جنابك، آسف جدا. وتحية كل الجمهور، تحية له، نعم. تحية لوالدك أزهر المراد، ويمكن حاليا متابعينا زي ما ذكرت من المملكة العربية السعودية، تحية له. وأيضا الشاعر الشاب فضل مولى بلو دل عيسر، أنا أشكرك جدا لوجودك معنا من خلال المساحة. والله يا اخي ذاتي بشكرك وبشكر قناة انغام وبشكر كل زول شاهدنا، والله سعيد كل السعادة. وبرسل تحياتي لكل زول بيعرف ود اللي ياسر، وبالاخص للجلال الحبيب عبد الله عبد الرحمن ونزار وكل المجموعة اللي انا ساكن معها، ولاخويا الغالي شديد بلولة بل ود اللي ياسر، تحية لهم. وايضا نحن نرسل كل تحيانا وشكرنا لكل المشاهدين اللي كانوا معنا طيلة حلقتنا لي اليوم أمسية الجمعة من خلال برنامج هلا بيكم. يمكن يا ود العيسر تحية لأخواننا في الكنترول محمد عبدو ومصطفى أبو نايف، وأيضا تحية لزميلنا حسن في خلف الكاميرات. يمكن هم بيطلبوا منك حاجة خاصة، يعني هسي كلموني قالوا عاوزين يسمعوا منك حاجة في الختام، حاجة خاصة كده تهديهم شنو؟ والله يا أخي أنا بهديهم مرابيح في الغزل، حبلو اجتنجع بدري ودمر كتنا، نسلها حر من جهة الشرق جبنا، خدوث بضارنا المنة السنوس بعنا، قوامها عديل في بيد غيرها ما شفنا، دي فتريل وأريبت الحورك وهفت، عقبت وادي دردق ومنه غربا قفت، أحلم فيسة من اللاح بريكة ونفت، وما افتدان غير الدم تكبت وجفت، مخدن بوجوج وفي الظلم مبارق، نسلها صافي من ليبيا وقبيل الطارق، شبه الأريب الحانسوس وفز فارق منه، دركت في بحر المواجه غارق، رقاقة وساطة والديس فوق قفاها انكب، ناير خدوته والعين كحل خلق طرب، دمع عشاكة زي مطر الخريف الصب، وريدة براها في قانون حرم التب، وجيجل في الرقاب من السنوس بايعنه، ضمير الهاجم الحاروك بعد قارعنه، قال بالعود من موسكو اللي يهص عنه، يوم وقف ناس الدار بكو تابعنه، ويوم وقف ناس الدار بكو تابعنه. يمكن برضو انت خشيت طوالي في الموضوع، نحن بدينا معك وحنختم حلقتنا مع تيجاني أسهري المراد. شكرا مشاهدينا، نخليكم مع آخر أبيات مع الشاعر الشاب تيجان أسهري المراد. التحية من هنا لـ RA5. جيت الجامعة الميعاد 9 صباح، شفت الوجه زي قمر الهجوع اللاح،
فلان الرخرخ الفوق الخمايل ما حفات تجيل عفة وزوج وأدب وسماح فلان اللي فيها أسحار الجمال تجلد جات القاعة زي ريحة العبير اتطلت الروبتة من ديس المسر احتلت سمحة ونعمة بذهب الخليج اتحلت. شكرا جزيلا.